حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عماره بن القعقاع قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابو هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءه اسكاته قال احسبه هنيه فقلت بابي وامي يا رسول الله اسكاتك بين التكبير والقراءه ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد